اكمل الكلام مع سيادة النائب اكمل. واحنا بنتكلم على النشاط او الملف الاقتصادي بالكامل، فسيادة النائب محمد السباعي اتكلم على النشاط الزراعي، والكل يتحدث دائما عن حزمة ضرائب، حزمة كذا. اذا فمسألة الاصلاح الضريبي اللي هي جزء لا يتجزأ من اصلاح مالي وهيكلي في الاقتصاد بشكل عام، برضو بتشوفوه ازاي؟ هقول لحضرتك، احنا يعني عندنا عنوان لهذا القسم بالذات هو مالية عامة منضبطة، وفيها كذا نقطة، نقطة منها الضرائب، ونقطة منها الإصلاح المالي الداخلي للإنفاق الحكومي، والنقطة الثالثة هي إعادة الاتزان للهيئات الاقتصادية وتمويل الموازنة العامة. فلو بنتكلم في الجزء ده عن الضرائب، احنا يعني في البرنامج اتكلمنا على ان انا لو بخلق مناخ جاذب للاستثمار يبقى لازم يبقى عندي وثيقة سياسية او ضريبية، انا اسف، وثيقة ضريبية موحدة لمدة 10 سنين الدولة تعلن فيها عن سياساتها الضريبية لمدة 10 سنين، حتى لو في تغيير في سعر الضريبة بعد 3 سنين أبقى كاتبه، علشان المستثمر اللي جاي يعمل دراسات جدوى يبقى عارف أنه عنده 3 سنين وفي زيادة سعر ضريبة، أو في حوافز ضريبية هتيجي لبعض القطاعات، أو أن في ثبات لسعر الضريبة. طب ده يتحقق إزاي؟ أن الوثيقة دي يجب أن تكون تلم بأربع حاجات أو أربع محاور. الأولانية استقرار تشريعي، يبقى فيه مفيش تعديلات في قوانين الضرائب لمدة 10 سنين على الأقل. الحاجة التانية ان يبقى فيه شفافية، يبقى وزارة المالية والوزارات المعنية بالمالية العامة لازم تكون معلنة كل إجراءاتها، تعليماتها الدورية، تفسيراتها للقانون، اللائحة تنفيذية واضحة وصريحة غير مؤولة. المحور الثالث ان يكون فيه سعر ضريبة حقيقي، في السعر المعلن الموجود في القانون، وفي السعر اللي بيبقى بيتوصل ليه بعد اجراءات الفحص والضريبي والخلافات والنزاعات ده، السعر بيتحرك، القيمه هي السعر هو 22 مثلا او 14% في القيمه المضافه، لكن مع التنازع والغرامات وخلافه بيزيد السعر، ما بيبقاش الرقم الحقيقي. الحاجه الرابعه اللي لازم تكون موجوده في الوثيقه دي، والوثيقه دي لازم تؤسس لها، هي فكره ان يكون هناك نظام ضريبي رقمي، بمعنى يبقى في سرعه في تبادل المعلومات، الممول مش رايح جاي على المصلحه، يبقى نقدر نستفيد من البنيه التحتيه اللي احنا عملناها للتكنولوجيا في مصر ان احنا نحولها لخدمات سريعه في النظام الضريبي. طب ده يتحقق ازاي كمان الاربع محاور دول؟ ان لازم يكون نظام التقييم اللي موجود للعاملين جوه مصلحه الضرائب لازم تاخد الوجهه الاخرى طبعا. ما يكونش اساسه الحصيله، يكون اساسه تحقيق العداله الضريبيه. الحاجه الثانيه اللي احنا اصرينا عليها في برنامجنا وكتبناها، هي فكرة أن يكون هناك قانون لإنشاء لجان فض منازعات ضريبية دائمة، وده إسوادا بعد قياس الأثر التشريعي لقوانين فض منازعات اللي حصلت في 2017 و2019 أتت بثمرها، وده حقق القضاء على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم. أيضا أن احنا يكون عندنا هدف وهو خفض تكلفة الامتثال الضريبي، ان انا يعني عشان انا افحص واشتغل واطلع اجراءاتي وراجع مع الضرائب بتكلف مبلغ، المبلغ ده لازم اخفضه. الحاجه الاهم وهي زياده الحصيله الضريبيه دون فرض ضرائب جديده، وده يحصل ازاي؟ بمعادله سهله جدا، وهي زياده الحصر الضريبي، ازود القاعده الضريبيه، فاخد ضرائب اكتر بدون ما ازود سعر الضريبه، وفي نفس الوقت يبقى عندي حصر ضريبي عادل وشفاف، وفي نفس الوقت ده هيساعدني بعد شويه ان انا ازود او اضم اكبر قدر ممكن من الاقتصاد غير الرسمي، واعمل في نفس الوقت بالمتوازي حوافز ضريبيه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر.